بعض المسلمين يقولون أنه نحن مجبورون، هذول يسموهم الأشاعرة من إخواننا السنة، كيفهم هذا عقيدتهم. طبعا هذا ليش عقيدتهم صارت الشكل، أنا أصارحهم عبر الأثير يسمعوني ويتحملوني، لأنهم لم يستقوا علومهم من علوم رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. إذا كان عندهم واحد مثل الإمام الرضا عليه السلام من أهل بيت الرسالة المحمدية كان يفهم أنه إحنا مو مجبورين. شوف الوشاش يقول، اخترت لك هذا الحديث جدا لطيف وفي كتبنا المعتبرة. يقول الوشاء واحد اسمه وشاء، لقب وشاء من أصحاب الإمام الرضا، يقول سألت الرضا عليه السلام، الله يوفقكم إلى زيارته، سألت الرضا عليه السلام الله، التفتوا شوفوا هذول أصحاب الأئمة شقد أذكياء وأسئلتهم ذكية، الله فوض الأمر إلى العباد، هذا معنى التفويض مقابل الجبر، فوض الأمر إلى العباد يعني شنو؟ يعني كل شيء بيدي، الله ما له دخل أصلا، هذا يسموه التفويض مقابل الجبر. إخواننا من المعتزلة من أهل السنة يقولون بالتفويض، يعني منك إفراط ومننا تفريط. يسأل الإمام الرضا يقول يا ابن رسول الله الله، يعني هل الله، هل يحذف الله فوض الأمر إلى العباد، هو ما عنده أي تدخل؟ قال عليه السلام الله أعز من ذلك، أعز يعني أقدر، العزيز يعني المقتدر، يعني أنا بكيفي كل شيء أقدر أسوي، لا، إذا لحظة واحدة شوفوا التفتوا أمر بين الأمرين هذا معناته، إذا لحظة واحدة الله يكلني إلى نفسي أنا ما أتوفق أجي للديوانية، ما أتوفق أروح للمسجد أصلي جماعة، ما أتوفق أروح لزيارة الإمام الرضا ليأخذني العجبها، كل ذلك بتأييد وتسديد من الله سبحانه وتعالى، ولكن بالنتيجة أنا الذي أختار. التفتوا القضية جدا دقيقة، أنا أختار ولذلك أثاب، وأنا لا أختار مجلس الحسين وأروح إلى لا سمح الله أمور ثانية ولذلك أعاقب، وإلا الجنة والنار إلما المخلوقة. ملتفتين الإمام الرضا يقول الله أعز من ذلك، يعني أقدر من ذلك، يقدر يمنعني، يقدر، ولكنه جعلني مختارا. مرة أنت تسكر يد الله مثل اليهود قالوا يد الله مغلولة، لا هاي خطأ، الله يقول غلت أيديهم، الله يقدر يمنعني ولكن ما يمنعني، يقدر يمنعني. المفوضة يقولون ما يقدر يمنعني، ما يقدر يعني يسلبون القدرة من الله سبحانه وتعالى، هذا يسموه التعطيل، يعطلون دور الله، هذا ما احنا بنقبله. الوشاء تعجب قال إذا هالشكل معناته احنا شنو؟ معنى ذلك أنه الجهة الثانية. فسأل الإمام قال فجبرهم على المعاصي، شوفوا جد ذكي هذا الوشاء، إذا أنا مو مفوض الأمر إلي معنى ذلك في الطرف المقابل شنو يصير؟ جبر بعد. فجبرهم ده يسأل يعني هل جبرهم على ذلك؟ أنا اللي أجي إلى المسجد أنا مجبور، وذاك اللي يجي يروح للديسكو أيضا مجبور، والذي قتل الحسين أيضا مجبور، وش كان يصير بعد؟ فجبرهم على ذلك. قال عليه السلام الله أعدل وأحكم من ذلك، الله عادل، يجبرني على المعصية بعدين يذبني بالنار. ملتفتين؟ هل يمكن أن نتصور أن أحدا هنا الآن يجي يجبرني على شيء بعدين يعاقبني؟
إذا أنا مجبور ليش عاقبني بعد؟ إذا الله أجبرني على المعصية فكيف يعاقبني يوم القيامة؟ الإمام يقول الله أعدل وأحكم من ذلك. طيب فشنو النتيجة؟ لا هذا ولا ذاك. يقول عليه السلام قال الله تعالى، الإمام الرضا ينقل حديث قدسي من الله، يقول قال الله تعالى يا ابن آدم أنا أولى بحسناتك منك. الله، شوف الأئمة شلون يوضحون المشكلة، يوضحوها كأنها تصير ما يعبها محلولة. الله يقول يا ابن آدم أنا أولى بحسناتك منك. ليش؟ ليش؟ مو معناته ما أعطيك ثواب الجنة، أعطيك. مو معناته أنه أنت مجبور على ارتياد المساجد، لا، أنت مختار، أنت اخترت المساجد مقابل الملاهي، ولكن من أعطاك هذه القدرة؟ الله سبحانه وتعالى. من وفقك؟ من هداك؟ من أخذ بيدك؟ من لم يكلك إلى نفسك؟ الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كل يوم كان يسجد، وفي سجدته 70 مرة يقول كما في بعض الأحاديث: إلهي لا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. الرسول يقول، يعني شنو؟ يعني ليه تتعجب؟ أنا سويت، أنا أسست مؤسسة، أنا كتبت كتاب، أنا هديت كم واحد، من أنا؟ أنا منو؟ إن لم يعطني الله تلك القدرة وذلك التوفيق، أنا كنت أقدر أسوي شيء؟